طلبنا من مها أحمد تنضم لفريق مراسلي عربود لمدة يوم واحد، فحاورت زوجها مجدي كامل. الدنيا دي معانا الفنان والنجم مجدي كامل، وعايزين نسأله دلوقتي ايه رأيك في اللوك الجديد بتاع الفنانة مها أحمد؟ أنا سعيد جدا معها إن أنتي خصيتي، وده حاجة كويسة جدا، وده لوك جديد، وأتمنى إن ده يفتح سكة شغل مختلفة عن الكاركتر اللي أنت كنت عاملة في الأول. أكتر عمل بتحبولي إيه؟ أنا بحب أكلم ماما عشان بكابوزة. إحنا شباب النت الفت والمحمر والدش. وبحب لها حديث الصباح والمساء. حاجة تانية وهو البرنامج اللي هو ربع دست الستات. على فكرة أنا بحب فعلا التلاتة دول، أكتر حاجة بحبها بجد. الزملاء عاملين يلغوشوا علينا. انا بتمنى لكم الخير دايما، وبشكركم جدا على المقابله الجميله دي. انا بحب مها جدا، وانا اتجوزتها عن حب، وكنا طلبوا في المعهد، واول ما اتخرجت اتجوزتها، وما زلت بحبها وهفضل احبها.